الشرائح اللي انت اتكلمت عليها 7 على 40 و8 و10 و12، الناس اللي هي بتابعه معاك اللي شغاله معاك. تمام سيادتك. 7 على 40 الاول، صفحه 47 لو سمحت. انا بس هنا، انا طبعا يا بهاء مش كلامي معاك مش الهدف منه يعني ده لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، الناس اللي هي المصريين البساط خالص. عشان نوضح الكلام كتير هنا بيتم، ويمكن يكون مناسب ان هم لما نيجي نقول لهم على مشروع زي ده ونقول ليه احنا يعني خلينا مسار العمل فيه بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي، مع الوضع في الاعتبار ان يمكن زي ما بهاء اتكلم عن ان القطاع الخاص ومشاركته معانا، وانا بقول تاني القطاع الخاص مهم جدا جدا جدا، لان هو ادارته للمشاريع ادارة متقدمة جدا وناجحة جدا، وكفاءة الاداء الحقيقة بتبقى محل اعتبار في اي عمل هم بيقوموا بيه. وبالتالي احنا في جزء احنا بنقوم بيه كدولة، ويمكن ده النقطة المهمة الأولانية اللي أنا عايز أتكلم فيها. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة هنا قبل ما أتكلم، ليه أنا بقول للقطاع الخاص إحنا تصدينا كده، يعني ليه تصدينا للمشروع ده؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا جدا. لما جينا نتكلم على الأراضي اللي موجودة هنا ديت، وإن إحنا نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعة، أنا بتكلم على زراعة تقليدية خالص، يعني مش بتكلم أبدا لا حتى على زراعات تكلفتها غالية، لا أنا بتكلم زراعة مية وكده. فكانت البداية خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الأزرق ده، وده كان على المية الجوفية. وهنا قابلنا تحدي ان المية ديت السيطرة عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على المية بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضية في اطار ان المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده امر يعني طبيعي وموضوعي يمكن. لكن انا عايز اقول للي بيسمعني، الميه عندنا في مصر مش متوفره بالبساطه ديت، ولو احنا عايزين نستفيد استفاده حقيقيه من كل نقطه ميه، احنا محتاجين ان نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعه تتطور جدا، وحتى التقاوي البذور المستخدمه تتطور جدا. يعني يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد ميه صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده، انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي الميه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المية دي تخدمها زي مية النيل او زي مية الابار اللي ملوحتها مناسبة، لا بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه المية في زراعات محددة. لكن هل وزارة الزراعة والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ اكيد. لو النهاردة بقينا في والعالم ممكن يكون في شركات بره سبقتنا واشتغلت على انها تطلع زراعه بدرجه ملوحه اعلى من اللي احنا شغالين فيها،